في مباراة كان أضاع فيها أحمد بالحاج ركلة جزاء، تقدم لأسوان، محمد حمدي زكي والتصويبة، روعة 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 روعة، يا سلام. محمد حمدي زكي مع الدقيقة 22 استلم وانتظر وقرر وفكر وفرح الجماهير الأسوانية بكرة صاروخية أرضية على المرمى. أحمد مسعود، نعم، على يسار حارس المرمى أحمد مسعود، وهو من أسعد الجماهير. غردي يا طيور، الزهير يا زهور، نعم أحمد مسعود شباكه تهتز وتتلقى هدف، والجمهور أصبح مسرور ومبسوط. حاولها لعبد الرحمن أسامة شيكا، تحركت في اليمين لحسن مجدي، هجمة منظمة من فريق طلع الجيش، هل يا ترى ممكن تنتهي بخطورة؟ الكرة بتوصل لمصطفى الخواجة داخل منطقة الجزاء، يراوغ، يعدي، يصوب، ولكن تصطدم بمحمد مصطفى ميدو، ويحتسب حكم اللقاء محمد سلامة ركلة جزاء لصالح وفريد شوقي، بعد ما أصدر الحكم فرمان وقرار باحتساب ركلة. من يتفوق على من؟ محمود وادي مع هتاف من الجماهير الأسوانية، وادي يتقدم، وادي وادي يدرك التعادل، وادي لفريق طلع الجيش لتصمت الجماهير ولحظة سكوت لتؤازر عمرو حسام وتؤثر على محمود وادي على يمين الحارس عمرو حسام، لكن تصدى لها بكل سهولة. رجعت الكرة لطلع الجيش اللي بيرتدي القمصان الحمراء، ده بالإضافة للجوارب السوداء شرطات الحمراء. وعلى يسار حضراتكم متابعينا هنا من استاد أسوان، بينما أسوان وباللون الأزرق الكامل على يمين الملعب، وتصويبة تانية مع الدقيقة التانية من بداية الشوط الثاني للقاء، يباغت ويفاجئ حارس المرمى عمرو حسام بهذه التصويبة. مصطفى الخواجة يخرج الكرة من قدمه بقذيفة صاروخية، صاروخ أرض جو، يخترق شباك أسوان. حكم اللقاء محمد سلامة في الشوط الأول أشهر بطاقة صفراء كانت لرافائيل إياجوا. أحمد خالد، بلال السيد، محمد حمدي زكي، استلام في نص الملعب، ضغط من محمد شحاته وضغط من فريد شوقي، الكرة من بلال، الكرة تصل لأحمد خالد، يمر أحمد، الكرة تمرر مع كرة عالية عرضية، الثاني أسواني، الثاني أسواني في الدقيقة 60، هي رايحة، هي داخلة، هي جاية بالتأكيد، لكن حب يأكدها نيلسون كاموني مع كرة لعبة داخل منطقة الجزاء، هروب من رقابة المدافعين، يؤمن دخول الكرة، الكرة للشباك عن طريق أحمد بالحاج، أرسلها وكاموني أكدها على يمين أحمد مسعود، يوقع على هدف ثاني لفريق أسوان. التعادل 2-2، التعادل 2-2 مع الدقيقة 6. دسوقي الشامي يسندها حلوة، عبد السميع، جميلة جدا، جول جول جول، مخلوف 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 يفتتح التهديف بكرة روعة من محمد عبد السميع، يلفها داخل منطقة الجزاء، يسرق الكل، يخدع الجميع. محمد عبد السميع بالفعل نجح انه يخدع الجميع، النجم محمد عبد السميع. ادي الهدف من البداية، ادي الهدف من البداية، عبد السميع يا ولد لعبها روعة وسط الكل وسط الزحام، سلكها هدية لمحمد مخلوف ومن على بعد 7-8 ياردات فورا بلمسة واحدة في الشبكة، ويتقدم الدراويش في الدقيقة 22
مع نص الشوط الأول. مخلوف لعب إلى ضربة ركنية. محمد عبد السميع الركنية بالقدم اليسرى. عبد السميع يلعبها على الأيمن القريب وكرة جول جول جول. يا فراس يا فراس يا فراس ابن صفاقس يمنح الإسماعيلي الهدف الثاني، هدف الأمان على الأقل حتى نهاية الشوط الأول. الإسماعيلي يضاعف النتيجة عن طريق فراس شواط النجم التونسي اللي بيسجل تاني أهدافه بألوان الدراويش. دي شواط مش بيشوط بالقدم المرة دي، شواط بيشوط بالرأس في شباك رضا السيد، ويتقدم الدراويش في الدقيقة 41 يجعلها ثنائية. شواط يؤمن التقدم. فاول بيطالب بإنذار، اكتفى كابتن أمين عمر باحتساب الخطأ. تعود من جديد إيقاع إيقاع الشوط الثاني، شوط الإيقاع شوط الإيقاع. مفيش فرصة للتنفس، مفيش فرصة لأي شيء، محاولات مستمرة. غلطة عملها مصطفى، عملها مصطفى فوزي وهز شباك أخوه، هز شباك أخوه مصطفى فوزي، يسجل في شباك محمد فوزي ويعيد الداخلية للقاء من جديد. قمة الإثارة، قمة الإثارة في هذه المباراة. بهدفين في الشوط الأول، الآن يعود الداخلية بقوة عن طريق البديل ينجح في التسجيل. خطأ 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 في التفاهم، خطأ في نفس نتيجة الشوط الأول، لكن هذه الغلطة اهو محمد نصر. خطأ مشترك بين محمد نصر ومحمد فوزي، فقدوا لغة الترابط، لغة التواصل. خرج فوزي شالها نصر بالراس، وبالتالي المرمى كان فاضي والكرة تصلحت. هدية هدية حسبت لمصلحته. محمد حسن يلعبها جميلة جدا. ايه محمد الشامي على حدود منطقة جزاء، يمشي الشامي، يمشي الشامي يا ولد يا ولد، روعة روعة روعة. خلصها الشامي، خلصها محمد الشامي. يسمع ليا يسمع ليا، الثالث للدراويش، الثالث للدراويش. الفرحة تستمر، الفرحة تزيد، الفرحة تقترب جدا جدا جدا. كتيبة الدراويش من حصد الثلاث نقط وتذوق طعم الفوز. وطال وطال محمد حسن يصنع، ومحمد الشامي يستغل الفرصة وما يفرطش فيها، وبره رجله بمنتهى المهارة بلمسة لاعب قدير، بلمسة لاعب كبير. ادي الاستلام ومن بره المنطقة، يدخل جوه المنطقة وبخارج القدم بصباع رجله الصغير زي ما بنقول. روعة من محمد الشامي في اقصى الزاوية اليمنى، ويتقدم الاسماعيلي 3-0 في الدقيقة 85. الشامي يجعلها ثلاثية ويقرب الإسماعيلي أكتر من أي وقت قبل كده